مثل ما تشوف يا جماعة الخير، هنا القيادة الذاتية بالمستوى الثالث. أنا مريح يدي من الدركسون والبنزين والفرامل. هنا القيادة الذاتية مع الذكاء الاصطناعي، يعني سوق بدالنا في العقبات وسط الزحمة في أي مكان. زي ما تشوف المنحنى القوي هذا، يعني شيء مو سهل، ولا في سيارة في السعودية تقدر تأخذ المنعطف هذا. فشوف كيف يأخذ الذكاء الاصطناعي عن طريق الجهاز هذا، يعزز مستوى القيادة اللي موجودة في السيارة. فزي ما تعرف ان السيارة فيها تحديد المسار الرادار، ولكن النظام التقليدي اللي موجود في السيارة ما يقدر ياخذ المنحنيات هذه. اما مع القائد الآلي على الموديل 22 الان، مع الدودة الجديدة والعزم اللي فيها، فيتحكم فيها بشكل افضل بانسيابية. فمثل ما تشوفوا يعني يتحكم في السرعة، في الدوران، في التسارع بشكل جدا سلس، افضل من اي نظام موجود في السوق السعودي وفي الشرق الاوسط حاليا. ف جاتني أسئلة كثيرة بالنسبة للقائد الآلي، إنه أنا أقدر أنام، أنا أقدر أريح يعني وأركب ورا. لا، هو حيبقى نظام عز زي ما شفت الرسالة الآن، هو يطلب مساعدة في التوجيه. ليش؟ لأنه أحيانا أنت لازم تتدخل، سواء يكون قدامك حفرة أو مطب أو شيء مرمي في الطريق. ففي الحالة هذه جماعة الخير لازم أنك تتدخل، ولكن القائد الآلي الآن هو رافع مستوى القيادة الآلية من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث حاليا. فيعطينا اللي هو نظام تغيير المسار التلقائي، يعطينا نظام اللي هو مراقبة السائق، نظام مساعدة القيادة في الطرق السريعة، ونظام اللي هو المساعدة على القيادة وسط الازدحام. يعني في الزحمة ما يحتاج تدعس بنزين وفرامل، هو حيسوق بدالك. وزي ما تشوفون في العقبة الآن، هو اللي مساعدني وقاعد ياخذ المنحنيات حتى القوية بدون أي تدخل مني. وشوف هذا المنحنى الثاني كمان جالس ياخذها بكل سلاسة وبأداء جدا جدا ممتاز. طبعا يختلف مستوى الأداء من سيارة للثانية على حسب موديلها، على حسب الدودة الكهربائية وأنظمة المساعدة في القيادة اللي موجودة فيها. حبيت أشارككم فيها جماعة الخير الآن، ونركم إياها من خلف المقود.